الجزء الأخير في هذه الحلقة هنعرض بعض الصور بطابع آخر. عرضوا لنا يا جماعة الصور عشان الكابتن ميمي يعلق عليها ولا علاقة بيه الذكريات. حكينا بقى كابتن ميمي. ده طبعا أنا كنت مدرب كابتن مدحت فوق اسمه مدير فني. تمام. وأنا مدرب عام. ده كابتن إين الله يرحمه. طبعا. من أحسن لعيبة يعني مصعد نور وكابتن إين وجمال جودة. وده كابتن مجدي امام. طبعا مجدي امام السكه الحديد والنادي الاهلي والمصري لما كنا اصغر منهم. وده محمد السعيد برضه انا مرنته وكان راح باوك اليوناني وراح الزمالك. الله. وده طلعت منصور كابتن النادي المصري اللي كان في 97 كنا برضه جايبينه بالنسبه لنا وكان جاب جونين برضه في النادي الاهلي. وده ملعب استاد النادي المصري طبعا اللي كنا موجودين فيه يعني. عظيم. هات الصوره اللي بعد كده. ده علاء عبد العال كان من سنتر فيلد وكويسين جدا. وراح نادي الزمالك اللي هو بنضاره اول واحد. كابتن مدحت فقوسة الله يرحمه وكابتن مصعد نور. طبعا انت شفت بقى الشياكه اللي انا واقف فيها. طبعا لسه هقولها والله والله لسه هقولها. يا كابتن انت كنت سابق عصرك. الحاجات دي بتلبس دلوقتي اصلا يعني. الصوره دي انا كان عندي 28 سنه. وده استاذ اسامه التفاهني صحفي. الله. صور عظيمه وذكريات عبقريه يعني. حلوه دي. دي جميله جدا. بص ملعب النادي المصري كانت الارض عامله ازاي زمان. زي ما بقول لك التطور والكلام ده الاستاد ده. خدت بالك؟ بس ده مش الملعب. ده الملعب. ما هو المدرج اهو ورا الدرجه الثالثه. لا ما اقصدش ده اقصد يعني انتوا بتلعبوا على الرمله دي؟ الملعب ده والله. انا فاكر ده بره يعني بره حدود الملعب. لا ملعب النادي المصري. ملعب كان النادي المصري. خدت بالك انت؟ دي ميزه برضو كنت انا بقى ساعتها برضه بحاول ايه اسخن الفرقه والكلام ده. بس طبعا بطلت طبعا اعمل الشنب ده من زمان. تمام. الصوره دي يا كابتن دي بقى دي فيها ميزه. شفت الستايل؟ لا ستايل جامد. دي بقى بص العضله الاماميه والسمنه دي بقى دي وانا بدرس للطلبه. كليه التربيه الرياضيه الصف الاول بعلمهم ازاي الجري بالكره بوجه القدم الخارجي. الله. تلاحظ كده لو بالصبع الصغير وازاي انا فرحان بالصور دي قوي. حاسس ان الصور بتاعت الافلام بتاعت زمان. وازاي جسمك يبقى بين الكوره وبين اللاعب. لو اللاعب راح من الناحيه الثانيه ابدا احرك رجلي الشمال. من الناحيه الثانيه. فدي برضو من ضمن الاساسيات يعني في الكوره. فت يا كابتن. وطبعا اللعيبه اللي واقفه كلهم ولا واحد يصلح فيهم لعيب كوره. ده في واحد ثاني واحد. كلهم طلبه. الصوره يا جماعه اللي قبلها معلش انا اسف. هنرجع دي ثاني. دي طلبه. طلبة بس هم مش لعيبة كورة. لا طلبة طلبة محاضرة كرة قدم. بس كنت هتكلم على أوزان وحاجات كده. لا ده طلبة محاضرة كرة قدم زي الفل كلية التربية الرياضية. تخيل الناس دي بقى لو بتتفرج عليك دلوقتي يا كابتن ميمي على الذكريات اللي أنت عملتها لهم حلوة دلوقتي دي. دي وأنا ده طبعا أستاذ دكتور وأنا بناقش رسالة دكتوراه في طبعا ناقشت أزيد من حوالي 50 رسالة دكتوراه. الله. وحوالي 75 رسالة ماجستير يعني في التاريخ دي. وأنا في بدرس في بدي دكتوراه في جامعه المنصوره. الله يا كابتن ميمي. الله. طيب عايز قبل ما اختم معاك في صور تانية شباب ولا كده خلصوا دول؟ لا في صوره كمان اهو. دي اللي في الاخر دي. دي الرخصه ايه؟ كان ليا الشرف ان انا اكون مع مدربين العظماء. دول يعتبروا مدربين عظماء مدربين مصر اللي دلوقتي وانا بشكرهم. كانوا محترمين. كنت بدي محاضره للرخصه ايه؟ مين في دول يا كابتن ميمي؟ تتوقع انه هيبقى حاجه اكبر من اللي هو فيها كمان عشان كلهم اسماء محترمه يعني. طبعا انا ببارك للكابتن خالد بيبو اخويا وحبيبي طبعا. طبعا مدير كوره. وببارك له على اول ميداليه. وش حلو طبعا على النادي الاهلي باذن الله انها على بطوله افريقيا. كابتن عبد الظاهر السقا مجدي عبد العاطي كابتن مجدي عبد الحفاظ. مين في دول شايف له مستقبل عظيم جدا؟ والله 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 يعني كلهم مجموعه بصراحه. يعني ما اقول لك على حاجه. والنهارده انت شايف يعني كابتن علي ماهر ماشي بخطى ثابته. طب اسالك سؤال بشكل واضح اكتر. مين في دول ممكن يمسك منتخب مصر في المستقبل يعني؟ بيتوريا مدرب عظيم وان شاء الله يستمر معانا شويه بس مين يمسك منتخب مصر؟ عنده الشخصيه وعنده الامكانيات. ممكن كابتن علي ماهر وكابتن مجدي عبد العاطي. كابتن علي ماهر وكابتن مجدي عبد العاطي. عظيم جدا.